ودايماً بيقولوا لزميلنا إن حضرتك مدرسة نقابية مختلفة، إحنا بنشرف إن إحنا في يوم من الأيام كنا موجودين بالقرب من سعادتك. أنا النهارده بشكر نيابة عن نقابة جنوب سينا ومحامين جنوب سينا، بشكر سعادتك على الدعم المالي بخصوص نادي المحامين في جنوب سينا، وبشكر سعادتك على ثمان سنوات كنا فيها من مع سعادتك اتعلمنا من سعادتك وشرفنا بالتواجد معاك وشرفنا ان احنا بنقول دايما كنا بنعمل تحت قياده النقيب سامي عاشور وكنت احد الناس اللي بتفخر وهتشرف دايما انها كانت مع سعادتك في التنقيه ومع في التعليم المفتوح وفي الاعمال الانشائيه اللي على مستوى الجمهوريه سواء نوادي او مقرات كل دي انجازات اكيد زمايلنا هيفتكروها واكيد هيقروا بيها وبرضه زي هضيف للاستاذ هاني قالوا ان احنا كلنا معاك وان شاء الله مع زمايلنا اللي هيخوضوا معركه النقابه العامه الجايه احنا يهمنا انا على المستوى الشخصي يهمني ان كل زمايلي اللي موجودين اللي موجودين حاليا تكون اكثر نسبه منهم موجوده في المجلس الجاي ده على المستوى الشخصي وعلى المستوى الخدمي وعلى المستوى العام طبعا في قيادات وكوادر كبيره جدا احنا نتمنى انها تبقى موجوده ونتمنى انها تمثلنا ونتمنى ان النقابه في الفتره الجايه تزدهر وتبقى افضل تحت قياده سعادتك وشكرا لحضرتك